أنا الدكتور راشد نزال، أخصائي جراحة العيون والشبكية والسائل الزجاجي، حاصل على الزمالة الأوروبية في جراحة الشبكية من سويسرا وبولندا. أود التحدث إليكم اليوم عن انفصال الشبكية. انفصال الشبكية هو أحد أهم الأمراض الذي يؤدي إلى فقدان النظر. يأتي المريض إلى العيادة يشكي من وجود غباش في النظر، وميض، وجود ذبابة طائرة، أو فقدان جزء من الساحة البصرية. عند القيام بتشخيص هذا المرض يجب إجراء تداخل جراحي سريع جدا، وذلك للحفاظ على الشبكية، لأن الشبكية هي عبارة عن أعصاب، وإذا استمرت بفقدان التروية قد يؤدي ذلك إلى فقدان النظر بشكل دائم.